بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا كباتن اوبر وكريم؟ عاملين ايه النهارده؟ باذن الله انا جاي اتكلم في موضوع مهم جدا 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 لكباتن اوبر. كابتن وقع في مشكله كبيره جدا 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 بصراحه، ربنا معاه وربنا يعينه. المشكله بدات منين؟ المشكله بدات ان الكابتن ده جاله عميل اللي هم العملاء النصابين، اللي هو العيال الهاكر اللي بتهكر الابلكيشن بتاعك وتسرقه ويحط لك عليه فلوس وكده والكلام ده، تمام؟ فجاله الموضوع ده في ايام الكورونا، وهو كان الاتصال بالدعم ضعيف زي ما انتم عارفين، دعم اوبر زباله، تمام؟ ومش عارفين يوصل لاي حاجه. فالكابتن ده جاله المشكله دي ان هو اتهكر حسابه ومش عارف يوصل للدعم، والدعم يقول له مش عارف اعمل كذا حط كذا، المهم يعني ما عرفش يوصل ان هو يجيب الابلكيشن بتاعه تاني، وقعد يلف حوالين نفسه اكتر من اسبوع او 10 ايام مش عارف يعمل ايه ومش عارف يوصل لاي حاجه، وما كانش متابع يعني الكباتن اللي بتتكلم على اليوتيوب والفيسبوك وكابتن حاتم والناس دي كلها، ما كانش متابع الكلام ده والبلوكات والهاكر وسرقه الاكونتات، كل الناس اتكلمت في النقطه دي، هو ما كانش متابع الكلام ده خالص. المهم يعني ما عرفش يعمل ايه، يمين شمال ما عرفش يعمل اي حاجه، وانتوا عارفين ان الحراميه دي بيسرق الاكونت بتاعك وبيفضل يحط عليك فلوس بالسالب ومشاكل وحوارات والكلام ده. المهم يعني الراجل ده ما عرفش يوصل لاي حاجه، حد صاحبه قال له ممكن نعمل، طالما انت عشان شغلك وكده وانت راجل بتاكل عيش وكده فلازم تعمل اكونت مضروب عشان تقدر تشتغل بيه. فالراجل يعني ما كدبش خبر وشاف مين اللي بيعمل الاكونت ده، وراح لحد الله اعلم هو مين، عمل له اكونت مضروب. المشكله كلها والمصيبه كلها ان هو خد بياناته هي المفروض، على حد علمي انا، ان المفروض لما تعمل اكونت مضروب بتغير بيانات عشان الشركه ما تقدرش تتخذ اجراء قانوني او اي حاجه عشان خاطر ما يعملوا لكش مشاكل. فالمهم يعني الراجل ده طلع وقع مع واحد ابن حلال بتاع اللي هم بيعملوا الاكونت مضروب، فعمل له بنفس البيانات، رقم العربيه، لون العربيه، الموديل، كل حاجه هي تمام، وعمل له نسيته وعمل له مش عارف ايه والفيش والتشبيه وكل حاجه حطها له بالملي، يعني بص كل البيانات بكل حاجه. المهم يعني فالمشكله حصلت فين بقى؟ الراجل ده اشتغل حوالي 4 5 شهور 6 شهور بالاكونت ومش عارف ايه، مره واحده لقى مبعوت له رساله على الاكونت المضروب ده ان انت خالفت او انت نصبت على اوبر او خالفت قوانين اوبر، فانت كده عندك مشكله وانت كده يعني ايه هتتعاقب ومش عارف ايه. بعتوا له الرساله دي وقفلوا له الاكونت. مره واحده بعد كام يوم لقى في محامي بيتكلم معاه، بيتصل بيه بيقول له انا محامي تبع شركه اوبر وانت عندك ميعاد بعد كام يوم ان انت يعني لازم تيجي شركه اوبر وتقعد معانا ونتفاوض في الكلام ده. قال له اتفاوض فيه، انا ما عملتش اي حاجه. قال له ايوه انت كان عندك اكونت اللي هو القديم كذا 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 ورقم تليفونك كذا والكلام ده. قال له تمام بس ده اتسرق مني وفي حد سرق. قال له لا ده انت كده الاكونت ده اتاخد وانت عملت عليه بالسالب 12000 جنيه، عليك بالسالب في الاكونت ده، يعني الحرامي ابن الذين حط عليه 12000 جنيه بالسالب، قعد يعمل حالات وهميه ومش عارف ايه لغايه ما اتقفل الاكونت وبعد كده رماه، تمام؟ فعليه 12000 جنيه في الاكونت القديم. فهو المشكله ايه اللي حصلت؟ ان هو ما تابعش، يعني زهق من كتر الرسائل وكده وما تواصلش مع خدمه الدعم تاني، فالمشكله ان هم حطوا عليه بالسالب 12000 جنيه وبعد كده الاكونت اتقفل وخلص الموضوع على كده، وهو ما تابعش تاني وصاحبنا الحرامي ده رمى الاكونت. الشركه توقعت ان هو اللي حط بالسالب الفلوس دي كلها وبعد كده رمى الاكونت بحيث ان هم مش هيوصلوا. طب ازاي ده؟ يعني بياناته كلها عندكم، ازاي هو يحط على نفسه المبلغ ده وبعد كده يرمي الاكونت؟ هو ما عرفش يوصل لكم، فده المشكله عندكم انتوا، ان انتوا دعمكم زباله ومحدش بيعرف يوصل له ومحدش بياخد منكم حق ولا باطل، فالمفروض تدعموا يعني تظبطوا الدعم بتاعكم شويه عشان كده مش كويس جدا. المهم ما علينا، فالراجل اشتغل بالاكونت التاني فقالوا له اللي هو المضروب ده، فالمهم قال لك ده كل شويه هيعمل له اكونت وبعد كده ينصب علينا ويحط عليه فلوس. فالمهم السيستم يعني او الشركه اكتشفت ده عن طريق السيستم، فقفلوا له الحساب التاني ده اللي هو المضروب، وبعد كده خلوا حد يتصل بيه وقال له ايه بقى؟ قال له انت عليك في القديم 12000 جنيه ومش عارف في الجديد حوالي 30000 جنيه. هم حسبوها ازاي؟ ان الشغل اللي عمله في الجديد ده كله اتحسب عليه بالسالب عشان هو خالف قواعد وقوانين اوبر وعمل مضروب والكلام ده، فالمشكله بقت عنده في ايه بقى؟ ان هو كده عليه في القديم 12000 جنيه، 12000 جنيه دول اللي هم حطوهم الحرامي عليه، تمام؟ وال 30000 جنيه غرامه عن الاكونت المضروب اللي عمله عشان هو عامله بكل بياناته بالظبط، يعني يعني اتسلم تسليم اهالي، تمام؟ فقالوا لازم تيجي الشركه. فهو الكابتن كلمني وحكى لي القصه دي، فيعني ربنا معاه وربنا يعينه، عشان كده الموضوع ده هيبقى موضوع كبير جدا
وانا قلت له حاول تروح وتقعد معاهم وتشوف المشكله فين، وحاول تقنعهم ان انت مش ان انت اللي عامل كده، وان ده اكونت اتسرق والمشكله عندكم وانتوا اللي ما تواصلتوش معايا وما عملتوش اللازم او ما وقفتوش الاكونت، والحرامي فضل اكيد فتره يشتغل بيه ويحط عليه فلوس ويحط عليه فلوس، وطبعا شغال هو ما عندوش اي مشكله، لكن الكابتن التاني زهق من خدمه الدعم وما تواصلش تاني. المهم يعني انا بحذر الكباتن ان انت تحاول لو الاكونت بتاعك اتسرق او حصل عندك اي مشكله تحاول ما تزهقش وتتواصل مع الدعم، عشان الحرامي بياخد الاكونت وبيقعد بقى شغال عليه دب دب دب، يحط عليه الفلوس اللي يقدر عليها على قد ما يقدر. هو لو كان قادر يحط 100,000 جنيه هيحطهم، وفي الاخر الشركه ممكن تتوقع ان انت الحرامي او انت اللي حطيت الفلوس دي بدون وجه حق. فيا جماعه خلي بالكم، انا طلعت اتكلم في الموضوع ده عشان تخلي بالكم من القصه دي، وما تعملش اكونت مضروب وانت اكونت بتاعك مسروق والحرامي عمال يحط لك عليه فلوس، وبعد كده الشركه تكتشف ان انت تتوقع او تكتشف ان انت اللي سارق الاكونت، وبعد كده تحط عليك فلوس والكابتن ده ربنا معاه ويقدر يتفاوض مع الشركه وما يحطوش عليه المبلغ ده كله، عشان هو اشتغل بايه؟ ده هو متهيألي من ساعه ما اشتغل في اوبر ما عملش الحاجه و40,000 جنيه اللي هم بيتكلموا فيها دي. فربنا معانا، وربنا ياخد الناس اللي عماله تسرق في الاكونتات دي وتحط فلوس على الكباتن وتعمل لهم مشاكل، والناس دي نازله تاكل عيش، مش يعني مش حمل ان هو يتحط عليه 40,000 جنيه ولا حاجه و40,000 جنيه. فالمهم ربنا يسهل له ويحاول يقنع الشركه. اهم حاجه لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وباذن الله ما تنسوش تشتركوا في جروب التليجرام الجديد اللي احنا عاملينه، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساش تحط لايك عشان في ناس كتير بتتفرج من غير ما تحط لايك.